منذ اللحظه الاولى لميلاد هذا الوطن كانت عين بانيه على ابنائه ومواطنيه وكان يحلم بتامين اسباب الحياه الكريمه للجميع فعاشت الامارات نهضه حضاريه غير مسبوقه في تاريخها وامتدت اغصان التكافل الاجتماعي في ربوعها وفي هذا الاطار جاء الامر السامي بانشاء صندوق الزكاه هيئه اتحاديه مستقله ليشكل عمقا نوعيا ومفهوما جديدا في خدمة فريضة الزكاة. صندوق الزكاة رؤية عصرية لفريضة شرعية. منذ اللحظة الأولى لميلاد هذا الوطن، كانت عين بانيه على أبنائه ومواطنيه، وكان يحلم بتأمين أسباب الحياة الكريمة للجميع. فعاشت الامارات نهضه حضاريه